العدد. طبعا الخشبة تشوفون وايد قاعد يفتح، الخشبة تحتها حاط ورق اي فوق، والخشبة تحتها وايد وايد محفرة. الحين على سرعة 1046، طبعا هذه فولكان 700. هذا الحين ريديزاين 25، الحين راح ننزل على 33 تحت بسرعة 944 46 شيء كذي يعني. طبعا انا لا تجمعت لاني توني مضبط الكاميرا مال التصوير، بس يعني اعطيتهم حجة بحاجة. الحين 33 جرين جي اس بي ريديزاين. ثانية طبعا الزوم عندي على 25 تقريبا، 25.5، بس تبين الهدف عدل. اتوقع بهالمجموعه انا مو معبي عدل، اتوقع راح تطلع من الرجليتر بهالمجموعه لان ضغطي 170 واتوقع انه واصله، بس بجمعها ما في مشكله. ضيعت، قمت اخذ صوت من القوطي من الطاسه، اتوقع الحين ما ادري هذه يا رابعه يا الخامسه. شوشت بالعدد، طلعت ورجليتك بس
طلعت من الجليتر، طاحوا ثنتين تحت على بعض. الحين بشغل الفيديو تلفون ونشوف. طلعت بالضبط، طلعت وياي بالضبط. انا ضغطي 170، نزلت الحين هي على 170. اخر مجموعه كانت راح تكون اقوى مجموعه لولا مطالع من الضغط. هذا الوضع اللي قاعد ارمي فيه. طلعت وياي بالضبط، انا ضغطي 170، نزلت الحين هي على 170. اخر مجموعه كانت راح تكون اقوى مجموعه لولا مطالع من الضغط. هذا الوضع اللي قاعد ارمي فيه. كاميرا جوبرو، تعالوا خلينا نشوف الاهداف. طبعا سامحونا على الحوش لان عندنا بنيان. طبعا راح تعتقد ان ريديزاين 33 عليها افضل من الريديزاين 25، بس في الحقيقه لا، ريديزاين وايد زين وياها وايد. يعني عندي مجموعات وايد اصغر من هذه، بس قلت بجرب الكاميرا وبنشوف. شوفوا هذه اربع، هني طبر وهني ثنتين يوم طلع من الرجليتر. شوفوا هذه الفتحه تبين تحت. طبعا على السرعه هذه والمسافه، على السرعه هذه والمسافه هذه يعتبر وايد زين. شوفوا الفتحه، هذه الفتحه، هذه فتحتها، نسوي كذي، هذه فتحتها، هذه تحت، هذه فتحتها، هذه، إيه هذه فتحتها، وهذه، هذه فتحتها، وهذه، هذه فتحتها. السلام عليكم. هذه مجموعة اليوم. وهذه الصدفة ريديزاين داخلها. هذه مجموعة اليوم ريديزاين. وهذه الخمسة، هذا الحين 25 25. هذه الصدفة اللي قاعد اقيس فيها ريديزاين 25. وهذه ريديزاين بعد طبعا انا عندي تجارب وايد على ريديزاين. هني على سرعة 1010 محالة كاملة اللي جمعها الأخ فواز يوم زارني، كاتب اسمه. وهذه المجموعة عشر طلقات بريديزاين. طبعا جايكم عندي وايد. أنا الحين قاعد أبدي بالجي اس بي. هذا ريديزاين على سرعة 1007، كل جروب 6 صجمات. هذولا، هذه هذا شنو؟ هذا شنو؟ مثال. هذا عندك ال 25 ال اتش ان على سرعة 1010، هذه مجموعته. هذه صجمة ال شو اسمه؟ ريديزاين ال 25. هذه صجمة ريديزاين ال 25. هذه صجمة ريديزاين بعد هني. وهني نفس الشيء. بعد شنو عندنا؟ شوف لكم، هذا مو مكتوب عليها شيء. هذا مو مكتوب، ندور المكتوب. هذا شنو؟ ان اس. هذا كله رمي محاله. ان اس 12 طلقه 27.5 على 960 218. هذه 12 محاله 12 طلقه. هذه بعد نفس الشيء 12 طلقة و 12 طلقة. شباب اللي يقول المسافة قريبة، هي قريبة على البلت العادي، مو قريبة على السلق. بالسلق بالقريب ما يجمع، اللي فاهم راح يدري. 28 هذا الزان قاعد يمشي ويانا تمام. هذه 218 28 جرين على سرعة 980. هذا الجروب مال الخمس صجمات. هذا بعد، هذا ال 25.5 على 1005. هذا الجروب ماله. هني شنو؟ هني ال 25 اتش ان 218 1010.
هذا القوب ماله، هذا 25218 هذا القوب ماله. بعد شنو عندنا؟ هذا مكتوب عليها هني في تجميع مميز وايد حق الان اس 24 جرين 216 على سرعة 1000 تغطي الصجمة، تغطي الصجمة. هني عندي شنو هذا؟ هذا الان اس، الان اس 217 على 960 سرعته 27.5، كل مجموعة 12 طلقة، يعني مخزن كامل. هذه 12 طلقة مقارنة ويا الصجمة، هذه 12، هذه 12، هذه 12. بعد شنو عندنا هنا؟ خلينا نشوف هذه، هذه شنو؟ هذه ال HN 218 25 جرين 990 السرعة، وهذه المجموعة مقارنة في صجمة الريديزاين. اوكي، هذه ال HN 218 على سرعة 990 25 جرين، هذا يعني هذا نفس هذا، هذه مقارنة في المجموعة. هذا ال HN 25217 هذا 5 صجمات، هذه مقارنة في الصجمة. طبعا عندي وايد 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 وايد، الأغلبية مجاميع، يعني أغلب الأوراق لما أسحبهم مجاميع فيهم. نشوف هذا شنو، هذا ال NS 24.8217 على سرعة 1005، لاحظ هذا مقارنة، هذا نفس أخوه، هذا 27 بعد NS 980، هذه المجموعة 5 صجمات، هذه 5 صجمات. عندي وايد وايد، وتباشير بالخير بإذن الله. خلينا نشوف هذا شنو، هذا عندك ال NS 217 27.5980، هذا يعني الحين انا وريتكم اغلب الصجم، الان اس، الزان، الريديزاين، الريديزاين 33، اغلب الصجم عندي مجموعات فيه. طبعا انا شلون طيرتي؟ طيرتي الحين مثل هذا البندقيه، الحين اعدادها خلينا نقول على ال 170 بار على نفس السبرينج، اوكي؟ اجرب فيه كل الاوزان، ما يعني بس ما اوصل حق الاوزان الخفيفه كلش، يعني ما اوصل فيه، امشي بالاوزان، يعني مثلا 25 27 وهذا كله ارمي على اعداد واحد، على اعداد واحد، خمسه وخميسه. وايد مثل ما قلت لكم، وايد عندي شيء وايد، يعني هذا الزان 28، الزان وياها طيب ما شاء الله، الزان وياها طيب على 980. بعد عندي امس الزان، خلينا نشوف مال امس، هذا شنو؟ هذا هني على ضغط 170 بار 30 جرين، عندي 30 جرين وال 34 كنا في منه هو الزان، انا انسى الجرينات، هذا 30 الزان 970، هذه مجموعته، خلينا نشوفها هني تحت عشان تبين، هذه مجموعته مقارنة في الصجمة. هذا شنو بعد؟ هذا ال HN، ال HN سريع على 25، بس طلع لنا هذه المجموعة. بعد بطلع الزان، الزان فيه وايد، الزان فيه وايد. هذا الزان، هذا 33، هذه مجموعة. وهذا شنو بعد؟ هذا مو مكتوب على الاسم، شنو هذا؟ 23218، شنو زين؟ مو مبين. المهم عندي وايد، اوكي وايد عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.